معانا استاذ محمد من بني سويف. استاذ محمد معانا؟ الو الو، ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ معلش، اخبار حضرتك ايه يا سيدنا؟ كل سنه وانت طيب. نعم الحمد لله. سعيد عليك يا استاذنا، كل سنه وانت طيب. الله يكرمك. سؤال، معلش انا اسف لحضرتك. اتفضل. دلوقتي في مشكله معايا انا بالنسبه لموضوع الزكا، معايا 25 جنيه، فهل ده لو انا طلعته ينفع الزكا ولا ما ينفعش؟ انت معاك 25 جنيه؟ اه. طيب قصدك على زكاة الفطر يعني؟ زكاة الفطر. انت ما عندك القوت بتاع يومك ولا لا؟ يعني 25 جنيه دول زياده عن قوت يومك، ان قوت في الليله دي ولا لا؟ معايا زياده. ايوه. لو زياده وانت لو دول زياده عن قوتك، طلع منهم 15 جنيه. اطلع منهم 15 جنيه؟ بالظبط، وربنا هيبارك لك ان شاء الله، وهيوسع رزقك وهيكتب لك الخير والبركه والنور والفضل والنعم. من ساعه من بدايه رمضان انا على طول لما باجي من الشغل اي حاجه كده موهبه لله عز وجل، من مال معايا اي حاجه كده اجي مطلعها كده لله. ربنا ان شاء الله هيبارك لك. والسر في مساله ان بعض الناس الفقراء كمان اذا كان عندهم قوت يومهم يطلعوا الزكاه، هو ان هو يشارك في الفرح. المساله ان الليله دي ليله فرح وليلة بهجة، فهو لما يعمل كده ربنا سبحانه وتعالى وإيه اللي يحصل؟ ويجيله خير كتير، وإن شاء الله ربنا يوسع عليه.